السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم بيسوب. إلى هنا تطرقنا إلى العديد من الممارسات المتميزة الخاصة بالتحليل البيئي، جعلنا لكل منها فيديو خاص، وحرصنا عند اختيار هذه النماذج على التنويع فيما بينها لتشمل جميع محاور التحليل المطلوبة، وكذلك حرصنا على أن تتكامل فيما بينها لتكمل كل منها الأخرى من أجل ضمان تغطية شاملة للمواضيع التي يجب التركيز عليها في التحليل البيئي. لغاية الآن كان مسارنا في التحليل دائما باتجاه تحقيق رؤية المؤسسة، لكن ماذا لو انحرفت التوقعات والتنبؤات؟ خاصة فيما يخص البيئة الخارجية والتي تتعامل مع المخاطر والفرص، لأن التحليل البيئي للبيئة الخارجية بجميع الأدوات التي استعملناها حتى الآن تتبنى التوقعات والتنبؤات للمستقبل المحتمل، بالطبع بناء على معلومات متوفرة مستخلصة من تجارب الماضي، وقد تكون أيضا معلومات معايشة، وذلك لتحقيق المستقبل المرغوب وهو الرؤية البعيدة المدى. إذن ماذا لو انحرف المسار ولم يتجه نحو الرؤية؟ هل هناك من عمل يتحتم القيام به؟ لنكون مستعدين للتعامل مع هذا السؤال، هل نترك الأمر للظروف ومتى تبين الانحراف عن المسار الصحيح والمنشود نقوم بإعداد مبادرة جديدة كجبيرة لتعديل المسار؟ الجواب نعم ولا. لا يجب ترك الأمور للظروف، ولكن متى تبين وجود انحراف عن المسار المطلوب نقوم بوضع مبادرة لتعديل المسار، وهذا إجراء مطلوب ومعمول به ولا يمكن التخلي عنه. لكن هناك أو السؤال، هل هناك من عمل استباقي لضمان الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات مفاجئة ناتجة عن المجهول؟ مجهول يقع في المستقبل ولم يكن لدينا اليقين بأنه سيتحقق، بمعنى هل هناك ما نقوم به انطلاقا من الآن للتعامل مع المجهول والذي لا يقين لدينا أنه سيتحقق في المستقبل؟ الجواب نعم، هناك أسلوب استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو، وهو موضوع فيديو اليوم إن شاء الله، والذي وعدناكم به من مدة، لكن اليوم وصل موعده حسب ترتيب الفيديوهات وتطور المعلومة. لكن قبل التطرق لهذا الموضوع، دعنا نلخص مسارنا في التحليل البيئي في دقيقة، حيث نحتاج أن نربط موضوعنا مع ما سبق. فقد تكلمنا على نموذج بيستل، وهو أسلوب يستعمل لتحليل البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة، حيث يقوم بتحديد العوامل المؤثرة على المؤسسة سواء كفرص أو تهديدات، وذلك من خلال البحث عن مصدر كل تهديد وفرصة للتعامل معها وتقييمها. وكذلك كان لنا لقاء مع تحليل القوى الخمس لبورتر باعتباره إطار عمل يساعد في تحليل مستوى المنافسة داخل صناعة معينة، وهو أسلوب يؤكد على أن القدرة التنافسية لا تأتي من المنافسين فقط، لكن تعتمد على خمس قوى أساسية يتكون منها نموذج بورتر. وكانت لنا وقفة جميلة مع مصفوفة حصة نمو البوستون كونسلتينج جروب ماتريكس، وهي ببساطة إطار عمل يساعد الشركات على صنع قرار الخيار الاستراتيجي وتحديد كيفية ترتيب أولويات أعمالها المختلفة، حيث تستخدم المصفوفة في استراتيجية المؤسسات لتحليل وحدات الأعمال أو خطوط الإنتاج وبشكل أكثر تركيز المنتجات. والمصفوفة مقسمة إلى 4 خانات، لكل منها رمزه الفريد الذي يمثل درجة معينة من الربحية، ويتطلب إعدادها متغير حصة السوق النسبية ومتغير معدل نمو السوق. أما عن تحليل فريو، فهو أحد الأدوات المهمة والقيمة في تحليل البيئة الداخلية للمؤسسات،
حيث يتعامل مع الموارد والمهارات والمقدرات، فمن خلاله نحاول التعرف على مصدر الميزة أو الميزات التنافسية أو المصدر الذي نفتقد فيه هذه الميزة. وما إن نحدد مصدر الميزة التنافسية نطورها إلى أن تصبح مستدامة، وذلك من خلال جعلها ذات قيمة ونادرة ومكلفة في تقليدها، والتأكيد على أن تكون المؤسسة تركز ومنظمة حول اتجاه الحصول على هذه القيمة التي يكون مصدرها بالطبع من قيمة الموارد. ومررنا مرور جميل مطول مع مصفوفة إنسوف، وهي مصفوفة متميزة وسهلة الاستعمال لكنها جريئة وفاعلة، وتسند التفكير بشكل كبير من أجل اتخاذ القرار، وخاصة القرارات الاستراتيجية التي تهم النمو والتوسع أو عدمه بالطبع، وتعتمد على خلق بيئة تفاعلية لتشمل السوق والمنتج. أما عن نموذج سوات، فهو النموذج الذي بإمكانه احتواء جميع النماذج السابقة، حيث يعتمد تحليل وتقييم العناصر الخارجية والتي تتمثل في الفرص والمخاطر، والعناصر الداخلية والتي تتمثل في نقاط القوة ونقاط الضعف، بخلاف النماذج السابقة والتي كانت تهتم سواء بالتهديدات والفرص أو نقاط القوة والضعف. اليوم قلنا لدينا لقاء متميز مع تحليل بأسلوب جديد في فيديوهاتنا وليس في علم وفن الإدارة، ألا وهو استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو. وهناك من اعتبره بديلا للتخطيط الاستراتيجي، وهناك من نعت هذا الأخير بالتخطيط التقليدي، وهناك من تخطى ذلك واقترح الاستغناء عن التخطيط الاستراتيجي واعتماد هذا الأسلوب في التخطيط، أسلوب استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو. وهنا إن شاء الله سنوضح أن الاستشراف الاستراتيجي والتخطيط بالسيناريو ضروري ومهم جدا، لكن باعتباره جزئية مكملة للتخطيط الاستراتيجي وليس إلا، لكن الحاجة زادت إليه خلال هذه الفترة المعاصرة أكثر مما سبق، وسنوضح هذا الأمر. حيث أن الاستشراف الاستراتيجي من الأساليب المهمة والملائمة لاكتشاف المستقبل واكتشاف إشاراته الضعيفة التي يرسلها لحاضرنا، ففي السنين الأخيرة القريبة توالت فيها أحداث مؤثرة كلها أرسلت إشارات ضعيفة قبل حصولها، انطلاقا من الأزمات التي تلت 11 سبتمبر 2001، ثم أزمة الركود الكبير 2008، ثم أزمة الديون السيادية الأوروبية 2009، وصولا إلى الفترة الحالية التي هيمن فيها هذا الوباء، وباء كورونا 19، بإشاراته الضعيفة التي كانت التنبيه الأول عند اكتشافه بدولة الصين. أدعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء برحمته ولطفه، فهذا الوباء لم يترك شخصا ولا بيتا ولا مؤسسة ولا بلد إلا وأثر فيه بشتى أنواع التأثير، سواء النفسي، المعنوي، المادي، الاجتماعي، الاقتصادي وغيره، بل حتى السياسي، حيث نرى مثلا أن موضوع كورونا أصبح فيصل أساسي في مسرح الانتخابات، كما كان الشأن في الانتخابات الأمريكية. فمن أهم المهام التي تواجه المؤسسات مهما كان حجمها كبيرا أو صغيرة هي مهمة التأكد من استعدادها للمستقبل، وهذا يعني وضع استراتيجيات لضمان نجاحها ليس فقط اليوم، ولكن بعد عدد من السنوات 3، 5، أو حتى 10 سنوات من الآن. هناك مساحة زمنية فاصلة بين الخطط والقرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي والمحطة الزمنية المحددة في المستقبل، والتي يعقد العزم أو بالأحرى الأمل على أن يكون تأثير المؤسسة عندها إيجابي بالطبع بالنسبة لها. فخلال هذه المساحة الزمنية قد تتغير الاتجاهات وتحدث أحداث لا حصر لها، أحداث لم تكن ضمن المتوقع، بل أكثر من ذلك مجهولة ولا يوجد يقين بشأن وجودها. فالتأثير
على بناء هذا المشهد المستقبلي يعود لأسباب مختلفة، نذكر منها القرارات السياسية والاتجاهات الاقتصادية على مسار تنفيذ هذه الخطط والقرارات الجديدة، وأيضا ظهور منتجات وتقنيات جديدة قد يكون لها تأثير كبير، حيث أصبحت المعدات والأجهزة الإلكترونية المتطورة ميزة تنافسية في الرفع من الإنتاجية. ففي السابق كان التطور التكنولوجي بطيء لحد ما، والأهم من ذلك كان لا يمحو ما قبله، بمعنى لما ظهرت السيارة مثلا فلم يكون التأثير سريع ولحظي على خدمة التوصيل بعربات الخيول، ولما ظهرت مثلا أجهزة فيديو الكاسيت لم يكن تأثير سريعا ومباشرا على دور السينما. والدليل أننا ما زلنا نجد عربات توصيل الركاب بالخيول في بعض المناطق وكذلك دور سينما، لكن جمهورهما أصبح أقل بكثير كثير جدا عن السابق. أما في الوقت الحالي فوتيرة التغير وانتشار الاختراع أصبحت أسرع وقد تشمل شريحة أكبر من السابق، فما إن يظهر منتج جديد فهو يمحو الذي قبله، ومن لم يتماشى مع الموجة من المؤسسات ولم يستشعر إشارات التغيير وهي لا زالت ضعيفة، لا زالت the weak signal كما يقال، فقد يترك مكانه لغيره حتى لو كان في المقدمة ولديه سيطرة في حصة السوق. والأمثلة كثيرة، قد نذكر منها شركة سوني والتي لم تنتبه لغزو الهاتف الذكي وتراجعت إلى أن بيعت إلى مايكروسوفت، وشركة كوداك الشركة العريقة التي امتدت لأكثر من 130 سنة والتي لم تنتبه لظهور الصورة الرقمية ولم تركب قطار التيار التقني، وللأسف ضاع كل تاريخها في غفلة منها وعدم استشراف للمستقبل بعين ثاقبة. وشركة الاي بي ام الاخرى والتي لم تدرك ان عالم الحواسيب الشخصية الصغيرة بدلا من حواسيبها الضخمة هو الذي سيغزو السوق، مما جعلها تخسر سوقا كانت تستحوذ على حصة كبيرة منه، والامثلة كثيرة. وكذلك بنفس القدر من الاهمية من العوامل المؤثرة في المشهد المستقبلي تطور مواقف الناس وقيمهم وطبائعهم ومعتقداتهم، وذلك قد يكون راجعا لوفرة المعلومات وتداخل الثقافات والحضارات عبر وسائل التواصل الإلكتروني. فبالأمس القريب مثلا كان اعتماد الناس على البحث عن المعلومة في الكتب والمكتبات، وكانت المعلومة صعبة المنال، والآن أصبحت المعلومة متوفرة بغض النظر عن صحتها أم لا، لكنها متوفرة بغزارة. فبينما كان الوقت المستغرق في البحث عن المعلومة الجديدة أكثر من وقت دراستها، أصبح الأمر عكس ذلك تماما، بل لم نعد نجد الوقت لدراسة كل ما هو متوفر من المعلومات، وفوق ذلك أصبحنا نحصل على معارف جديدة لم نكن أبدا أن نعلم بها، حيث هناك عمل مكثف في إدارة المعرفة الصريحة والضمنية عبر شبكات النت. ومن المؤثرات الأخرى على المشهد المستقبلي الذي نطمح إليه، هناك أيضا احتياجات وتوقعات العملاء، حيث أصبح تتغير خلال فترة وجيزة على الرغم من الاستراتيجيات المبتكرة لضمان ولاء العملاء التي تعتمدها بعض الشركات، فلا يمكن ضمان استمرارية التزايد أو ثبات الحصة السوقية من العملاء المستهدفين. وهناك أيضا الشركاء في العمل والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين، فمن المرجح جدا أن تتغير تطلعاتهم واحتياجاتهم خلال بناء المشهد المستقبلي. إذن هذه التغيرات السريعة والتي يصعب توقعها أو تنبؤها تجعلنا نطرح السؤال، هل هناك طريقة للتعامل مع الشكل الذي قد يبدو عليه هذا المشهد المستقبلي بدلا من التنبؤ والتوقع؟ نقول نعم، كما قلنا سابقا هو بنهج استشراف المستقبل والتخطيط بسيناريو وبإتقانهما. وإن شاء الله خلال هذا الفيديو سنفصل آلية التعامل مع هذا الأسلوب. خلاصة القول قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، نقول أنه في عالم متغير بشكل مستمر
علينا أن نتفق على أمر واحد مؤكد، هو إذا كانت الخطة الاستراتيجية اليوم هي أساس الرهان على تطوير مستقبل معين بالنسبة لأي مؤسسة كانت، فعلى هذه المؤسسة الانتباه. قد تجد نفسها متفاجئة عندما تسير الأمور بشكل مختلف، وقد لا تكون هذه مفاجأة صار. وعليه يجب أن توفر المؤسسات حيزا من الوقت لاستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات لتضع الافتراضات المعقولة المبنية على توسيعة الخيال لضمان الاستعداد للبدائل التي قد تفاجئها، وتجعل ذلك مدخلا أساسيا للتخطيط الاستراتيجي. أن تتبنى المؤسسة نهج المنظمة المتعلمة Learning Organization. هذا النهج الذي يعطي الأولوية للعقل والتفكير والعمل الجماعي والاستثمار في الموارد البشرية التي تحقق القيمة التنافسية المستدامة. وإن شاء الله سيكون لنا موضوع خاص بالمنظمة المتعلمة Learning Organization نظرا للأهمية. فإذا ما نظرنا إلى الماضي فهناك العديد من التنبؤات Forecast التي فشلت في إدراك عدم اليقين المجهول في المستقبل. والأصعب في ذلك هناك من التنبؤات التي قد يكون الاهتمام بها شديدا لدرجة تبنيها أو العمل بها، لأنها جاءت من قبل أشخاص لهم شهرة عالمية ولهم إنجازات فريدة تجعل قابلية تصديق كلامهم واعتماده كبيرة. فنجد مثلا سنة 1930 لما سئل العالم العالم ألبرت أينشتاين أذكى رجل في العالم كما يوصف عن المستقبل، كان جوابه: لا أفكر أبدا في المستقبل لأن المستقبل سيكون هنا قريبا. لعل القول أنه لا يولي للمستقبل أهمية كبيرة بصفته عالم فيزياء يتعامل مع المعطيات والبيانات والمختبر، لكن رغم ذلك فلا يوجد علم واختراع لا يسبقه خيال وفكر فلسفي. وتبقى حالة أينشتاين خاصة لأنه لم يكن مدير تنفيذي لشركة أو غيره، ولكن مثلا لما نجد في عام 1943 إذ قال توماس واتسون مدير شركة الاي بي ام وقد أصبحت كلمة مشهورة له، قال: إن مستقبل الكمبيوتر الشخصي معدوم، ولا أعتقد بأن هناك في العالم حاجة لأكثر من 5 كمبيوترات شخصية. والسؤال هنا: أين هي شركة الاي بي ام الآن؟ وكذلك هناك مؤسس شركة تريكوم ومخترع الإثرنت روبرت ميتكولف، فقد قال أنه يتوقع أن الإنترنت سيذهب قريبا بشكل مذهل، وفي عام 1996 سينهار بشكل كارثي، وهذا لم يحصل بل تم العكس تماما. وبعده تنبأ بيل غيتس أن بعد عامين انطلاقا من عام 2004 سيتم حل مشكلة البريد العشوائي، وهذا لم يحصل حتى الآن، بل أصبح لكل منا صندوق خاص للبريد العشوائي في بريده الإلكتروني. صراحة هناك الكثير من التنبؤات التي تمت من قبل أشخاص أناس مشهورين لكنها باءت بالفشل. والسؤال: لماذا؟ لماذا فشلت تنبؤات هؤلاء؟ الأمر الذي يجب أن نسلم به أنه لا يمكن أن ينطق هؤلاء دون الاستناد على معلومات، لكن على الرغم من الاعتماد على المعلومات المتوفرة لم تخلق قصة حية ومقنعة لما يكون أو لما يمكن أن يكون عليه المستقبل. لم يعتنوا باستشراف المستقبل ووضع جميع السيناريوهات المحتملة وخاصة منها غير المنتظرة. إذن هناك حلقة مفقودة، وهذه الحلقة هي السيناريوهات. فصناعة القرار بشكل أو بشأن المستقبل تحتاج إلى المعلومات وكذلك إلى السيناريوهات.
إذن صناعة القرار الخاص بالمستقبل المجهول يحتاج منا معلومات وسيناريو، معلومات نبني عليها تنبؤات موثوقة، ومنهج بناء سيناريو يمتد من المستقبل إلى الحاضر. نكتشف المستقبل، نحضر معلوماته، ونطور قدراتنا للتعامل مع سلبياته وكذلك بالطبع مع إيجابياته. لكن حتى نضمن أن التنبؤات موثوقة، يجب أولا وقبل كل شيء أن نعرف ونحدد ما هي المجالات التي لا يتوفر لدينا يقين بشأنها، مناطق عدم اليقين التي لا نعلمها، the unknown. ولا نقف عند هذا، أو بل نهتم وتكون لدينا الأولوية دائما للبحث عن المزيد من المعلومات، وأن نحدد آلية مراقبة قيمة لهذه المعلومات. ثلاث أمور: نحدد مناطق عدم اليقين، لا نتوقف عن البحث، ونراقب معلوماتنا المحصل عليها. أما عن نهج السيناريو، فيجب أن يمتد ليشمل المستقبل، ويكون بطريقة تسمح لتوليد بدائل لضمان التكيف مع أي متغيرات تخلق أوضاع جديدة، ويكون السيناريو فاعلا وموكنا يفتح مجالا واسعا لاتخاذ القرار المناسب قدر الإمكان. إذا عرفنا أن استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو يختلف عن التنبؤات والتوقعات، فالسؤال: ما تعريفه وما هي آليات العمل به؟ وقبل ذلك سؤال آخر: ما علاقة التخطيط بالسيناريو مع التخطيط الاستراتيجي؟ هذا الأخير الذي قطعنا خلال مسيرة شرحه العديد من الفيديوهات. وقد تتلائم أدوات التحليل البيئي التي ذكرناها قبل قليل مع التخطيط بالسيناريو أم لا؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سيتم الإجابة عليها. وقبل ذلك نطرح سؤال: ما علاقة التخطيط بالسيناريو مع التخطيط الاستراتيجي؟ هذا الأخير الذي قطعنا خلال مسيرة شرحه العديد من الفيديوهات. وهل تتلائم أدوات التحليل البيئي التي ذكرناها قبل قليل مع التخطيط بالسيناريو؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سيتم الإجابة عليها. بالنسبة لتعريف السيناريو، فالتعريف متعددة وتصب في نفس المنحنى، لكننا نقول أن السيناريو هو سلسلة مترابطة من الأحداث والقرارات المعقولة، والتي من شأنها خلق مشهد مستقبلي ومقنع لما يمكن أن يكون عليه المستقبل. وللمزيد من التوضيح نفصل النقاط الواضحة أمامنا والتي تبين ما هو ذا علاقة بالسيناريو والعكس. أولا، قبل كل شيء يجب أن يكون للسيناريو هدف معين يحقق الفائدة للمؤسسة، بمعنى يجب أن يتم تحديد مجال أو الإطار الذي يجب أن يرسم ضمنه السيناريو، ثم نضع الافتراضات المبنية على خيال واسع دون أن نضع حواجز، بل نحاول البحث في الأمور غير المعروفة الغامضة، وهذا هو الهدف الرئيس للتخطيط بالسيناريو، بالطبع مع البحث في الشيء المعقول والذي لا يتنافى مع العقل. لا أن نقول مثلا يجب الانتباه لنيزك سيضرب الأرض أو نزول مخلوقات فضائية على الرغم من عدم اليقين بهذه الأمور، لكنها ليست ضمن المعقول، على الأقل ضمن المشهد المستقبلي الذي نريد بناءه. هذا يقودنا أن نقول أن السيناريو يجب أن يكون قابل للحصول، ثم يكون ضمن سياق العمل، فلا نضع سيناريوهات إلا وأن يكون التركيز على الهدف المشهود منها والذي يتعلق بالمؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن الأساس أن يكون له تأثير، لأن السيناريوهات المتوقعة للمستقبل كثيرة، ومنها ما هو ذا علاقة بالشركة بشكل مباشر وأخرى بطريقة غير مباشرة. مثلا عند ظهور وباء كورونا تأثر بعض الموردون بشأن الحصول على المنتجات المستوردة من الدول المصدرة وليكن الصين، وبالتالي تأثرت
بشكل غير مباشر الشركات التي تتعامل مع هذه أو مع هؤلاء المؤردون. والسيناريو يعتمد الاستشراف للتنبؤ بالمستقبل، لأن التنبؤ هو عملية وضع توقعات حول المستقبل بناء على البيانات السابقة والحالية وتحليل الاتجاهات. وهذا ما يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية مثلا للتنبؤ بالطقس. كما أن السيناريو كذلك لا يوظف مهمة الخيارات واحتمالات، وهو قد لا يكون صادق، بمعنى أن السيناريو أو السيناريوهات التي يتم إعدادها ليست 100% ستقع، لكنها خيال وافتراضات. والسيناريو لا يهتم بالذات، بمعنى أن السيناريو يهتم بالبيئة الخارجية وليس الداخلية. هذا كان بالنسبة لتعريف السيناريو بشكل مبدئي، لكن سيزيد الفهم مع توضيح آليات إعداده والأساليب التي يعتمد عليها. أما عن سؤال علاقة التخطيط بالسيناريو مع التخطيط الاستراتيجي، فكما شرحنا سابقا إن التخطيط الاستراتيجي هو قائم على التنبؤ بأن ما سيحدث في المستقبل ما هو إلا امتداد من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل من خلال عملية تحليلية تنبني على أن الفرص والمخاطر القادمة هي تقريبا ذاتها التي تم معايشتها في الماضي، وعليه يتم تراص العمليات والإجراءات المطلوبة في الوقت الحاضر وانطلاقا منها بناء جسر للمستقبل بهدف الوصول إلى الهدف المنشود والمحدد هو الرؤية. لكن في عالمنا الحاضر حيث أصبح التغير سريع ومؤثر، وحيث أن التخطيط الاستراتيجي يصف بعدا واحدا فقط للمستقبل باتجاه الرؤية، هنا تكمن الحاجة للاستشراف الاستراتيجي الذي يفتح المجال لأكثر من احتمال للمستقبل، وبذلك يكون ويوفر لأصحاب القرار بدائل واحتمالات مختلفة. وهذه البدائل التي تتشكل من خلال وضع السيناريوهات توفر للشركة موقفا متميزا تستطيع من خلاله أن تعي وتستعد للتحديات المختلفة وتكون حاضرة لاقتناص الفرص الممكنة. فليس الطريق دائما معبدا نحو الرؤية، بل هناك إمكانية للانحرافات نحو مستقبل مختلف غير المنشود، وقد يكون سلبيا أو إيجابيا فوق المتوقع. ولنوجز الموضوع، فأوجه الاختلاف بين التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل أن التخطيط الاستراتيجي يقوم بتوظيف القدرات المناسبة والمتاحة لأجل اقتناص الفرص الواضحة. أما الاستشراف فإنه يعنى أكثر في عملية بناء القدرات من أجل فرص لم تظهر بعد لكنها قد تظهر في المستقبل. ولا تكمن الأهمية الشديدة للاستشراف في محاولة استكشاف المستقبل والتعرف عليه فقط، لكن أيضا في محاولة إجراء تغيير إيجابي عبر التحكم في محركات التغيير في الوقت الحاضر من أجل مستقبل أفضل. الخلاصة أن التخطيط الاستراتيجي في ظل هذه الظروف المعاصرة التي تتسم بالتغير والاضطراب قد يكون من الضروري موائمته مع الاستشراف الاستراتيجي باعتباره مكملا لعمليات التخطيط الاستراتيجي، لأن أي تغير وإن كان بعيدا أو ضعيفا في البداية من الممكن أن يمثل تحديا كبيرا لا يهدد الخطة الاستراتيجية فقط، لكن كيان المؤسسة ككل. فأهمية الاستشراف أنه لا يعتمد فقط على نظرة أحادية كما رأينا ذلك قبل قليل، بل سيناريوهات مختلفة تمكن أصحاب القرار من الاستعداد لمختلف الاحتمالات عن طريق بناء القدرات وتوظيف الموارد المختلفة المتوفرة
حاليا لما سوف يواجهونه في المستقبل. نقف هنا في هذا الجزء الأول من موضوع استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو، وسنكمل إن شاء الله في جزء الثاني، حيث سنشرح كيف نحول هذا الكلام إلى واقع فعلي، ونشرح إجراءات أو خطوات استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو والمعلومات لا تنتهي. وفي انتظار لقائكم إن شاء الله في الفيديو القادم، استودعكم الله ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.